السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد خاص بالمرشد في النشاط العلمي المستوى الرابع. ستجدون في هذا الفيديو الحصتان الأولى والثانية من الوحدة الثالثة أي الأسبوع رقم 12. هذه الحصتان بعنوان خصائص الكائنات الحية. نبدأ على بركة الله دائما بالملاحظة والتساؤل. للتذكير فقط، حنا كنخدمو حاليا بنهج تقصي. دربوا الأبناء ديالكم، دربوا التلاميذ ديالكم على هذا النهج التقصي، يلاحظ يفهم يتساءل، يعني سؤال تقصي أفترض ثم أتحقق من الفرضيات وأستخلص. بعد الاستخلاص ضروري، وهذه النقطة كينساوها الأساتذة الجدد، نرجعوا للفرضيات باش يعني نأكدوا على صحيحة، نصحوا الخاطئة أو نفندوها. نبدأ على بركة الله بالملاحظة والتساؤل. نلاحظ الصورة، هناك شكل الطماطم وهناك فتاة تحمل دجاجة في يدها. إذا نقرأ الفرضية: زرت أنت وأختك جدتكما بالقرية فأهدتكما شتلة طماطم ودجاجة، أحضرتما ما هما إلى المنزل، لكنك تساءلت وأختك عما يحتاجانه للبقاء على قيد الحياة. الإشكالية هي كالتالي: أنت والأخت ديالك زرتوا الجدة ديالكم في القرية في العربية، عطاتكم هدية، الله يطول عمر الأجداد ديالنا ديما يعني فاش كيمشيو للأحفاد كيحاولوا يفرحوهم، عطاتهم واحد الشتلة طماطم يعني نبتة، وعطاتهم دجاجة خداوها معاهم للدار. إذا شنو المشكل اللي عندهم؟ حاروا كيفاش يحافظوا عليهم ويخليوهم على قيد الحياة. إذا من أجل الفهم ديما في هذه المرحلة في القسم كنحاولوا نطرحوا أسئلة. إلا كنتوا دربتوا الكلام ديالكم من أول سنة حتى دابا، غادي يكونوا هما واحد كيطرح السؤال وكيجاوب وكدوز الدرس كله تفاعل ما شاء الله. إذا نرجعوا السؤال اللي قدروا نهضروا: إلى أين ذهبت أنت وأختك؟ ذهبنا إلى زيارة الجدة بالقرية. ماذا أهدتكما الجدة؟ أهدتنا شتلة الطماطم ودجاجة فأحضرناها معنا إلى المنزل. ما هي المشكلة التي واجهتهما أو واجهتكما؟ هي المشكلة هي كيف سنحافظ على شتلة الطماطم والدجاجة على قيد الحياة. إذا ننتقل الآن إلى أتساءل، يعني سؤال التقصي. انطلاقا من هنا وفي المستوى الثالث ضروري ما نوقفوا على يعني الكفايات اللي خدينا أو المعلومات اللي خدينا في السنة الثالثة. هضرنا على الكائنات الحية وقلنا بأن الكائنات الحية كتنقسم لجوج أقسام: حيوانات ونباتات. اللي بدورهم كل واحد فيهم، الحيوانات كتنقسم للمجموعات والنباتات كتنقسم إلى المجموعات. إذا كيفاش نحافظوا عليهم على قيد الحياة؟ السؤال اللي نقدر نقترحه، هذا مجرد اقتراح أو نموذج: ما هي احتياجات الدجاجة وشتلة الطماطم ليبقيا على قيد الحياة أو ليبقيا على قيد الحياة؟ أعيد: ما هي احتياجات الدجاجة وشتلة الطماطم ليبقيا على قيد الحياة؟ بالنسبة للأفترض، الافتراض اللي غادي يعني النموذج أو الاقتراح، الافتراض يقدر يكون خطأ أو يقدر يكون صحيح: الدجاجة تحتاج إلى الهواء، فهي تحتاج لتتنفس وبالتالي تحتاج إلى الهواء، الماء لكي تشرب والأكل يعني والتغذية. الدجاجة تحتاج إلى الهواء والماء والأكل. بالنسبة لشتلة الطماطم تحتاج إلى الضوء، النباتات تحتاج إلى الضوء، وهذه المسألة غادي تزيدوا تفهموها إن شاء الله في الدروس اللي جاية، والهواء والتربة والماء. النباتات أو شتلة الطماطم تحتاج إلى الضوء والهواء والتربة والماء. هذه الفرضيات غنحاولوا نتحققوا منهم في الأنشطة الموالية. التحقق الوثيقة رقم واحد تعطينا مناولات، ومن خلال كل تجربة غادي نخرجوا واحد الاحتياج ديال النباتات أو بالضبط شتلة الطماطم. عفوا، نبداو بالأول. هنا درنا ماء مقطر، يعني هاد النبتة عطيناها غير الماء، ما عطيناهاش التربة، والتربة هي اللي يعني كتعطيها الغذاء ديالها أو توفر لها الغذاء. وبالتالي فانتبهوا للنبتة أصبحت صفراء، يعني ما بقتش في الحالة الطبيعية ديالها أو لا. بالتالي فهنا يعني النبتة ما كتحتاجش غير الماء فقط،
يعني ينقصها شيء. هنا خدينا رشاحة تربة، رشاحة تربة يعني فاش كنهضروا على الماء زائد رشاحة تربة، رشاحة تربة خدينا منها يعني دوك الأملاح المدنية، الغذاء، داكشي كامل هنايا. ثم هنا داك تربة بدون ماء، وهنا خدينا التربة خليناها بدون ماء. اذا النبته انتبهوا شنو طرا ليها حتى هي يعني ماشيه باش غادي تموت لنا. بالنسبه للتجربة الرابعة، نبتة تم منعها من الضوء عنها، منع الضوء عنها بالكامل، حطيناها في واحد البلاصة مظلمة ما كيوصلهاش الضوء بتاتا لمدة 15 يوم. انتبهوا ذبلتي النبتة. وهنا نبتة تم منع الهواء عنها بالكامل لمدة 15 يوم. عطيناها الغذاء، عطيناها الماء، عطيناها الضوء، ولكن درناها في واحد البلاستيكة ما كيدخلهاش الهواء، وبالتالي ذبلت ويبست إبساتا النبتة، ما بقاش فيها كاع. الوغ من خلال هاد التجارب شنو غادي نستنتجو؟ تحتاج النبتة في هاد التجربة الى اولا الغذاء، هنا تحتاج الى الماء، وهنا تحتاج الى الضوء، وهنا تحتاج الى الهواء. وهكذا غادي نكونوا هضرنا على الاحتياجات ديال النبتة. غذاء اللي هو التربة اللي كتوفروا لها التربة، غذاء والماء والهواء والضوء. اذا نهايه كل وثيقه دربوا التلم ديالكم على هذه المساله، في نهايه كل نشاط او لا كل مناوله كنخرجوا بواحد الاستخلاص. اذا الاستخلاص الاول، النبته تحتاج الى الغذاء، الماء، الهواء والضوء. اعيد، النبته تحتاج الى الغذاء، الماء، الهواء والضوء. ننتقل الى يعني الوثيقه الثانيه الموجوده في الصفحه المواليه اللي هي صفحه 37. نحاول قراءه النص بسرعه هكذا ما غاديش نطول الفيديو اكثر. الحيوانات مجموعه اساسيه، الحيوانات مجموعه اساسيه من الكائنات الحيه، تصنف باعتبارها مملكه حيويه مستقله باسم مملكه الحيوانات، كما انها تعتبر كائنات مستهلكة كونها تتغذى على كائنات أخرى من النباتات والحيوانات. تحتاج الحيوانات إلى احتياجات أساسية وهي الهواء، الماء، الغذاء، المأوى والمساحة. إذا من خلال هذا الشيء راني ديجا درت يعني كل احتياج أحطه بخط أحمر. ماذا تحتاج الحيوانات؟ تحتاج إلى الهواء، الماء، الغذاء، المأوى والمساحة. قوم الحيوانات باختيار المكان الذي ترغب أن تعيش فيه لأسباب عديدة ومختلفة وفقا لاحتياجاتها. وتنقسم مملكة الحيوان إلى فقرية ولا فقرية، وتنقسم الفقريات إلى خمسة أقسام وهي الثدييات، البرمائيات، الأسماك، الطيور والزواحف. إذا من خلال بعد أقرأ النص وأحدد أصناف الحيوانات واحتياجاتها، نبدأ بأصناف الحيوانات. الحيوانات تنقسم إلى قسمين، فقرية ولا فقرية، جوج الاصناف كبيره. وهذيك الفقاريه كتنقسم بدورها لخمسه ديال المجموعات اللي هي الثدييات. ما هي الثدييات؟ هي التي ترضع صغارها. وراه ديجا شفتوا من الناس اللي قرات في الواضح في النشاط العلمي في المستوى الثالث، راهم عطاوكم مميزات كل كيكون جسمها مكسون بالزغب، هي التي تلد وتقوم برضاع يعني ارضاع داك الصغار ديالها. البرمائيات من الاسم ديالها واضح، بر وماء، تستطيع العيش في البر كما تستطيع العيش في الماء. الاسماك يعني جسمها مكسون بالحراشف او اصداف ولها زعانف تعيش داخل الماء الشكل ديالها كذلك. وهنا الطيور لها جسمها مكسون بالريش، لها منقار الى اخره. الزواحف هي التي جسمها يلامس الارض اثناء الحركه. اذا هذا هو الاصناف ديال الحيوانات. شنو الاحتياجات ديالها؟ هي الهواء، الماء، الغذاء، المأوى والمساحه. اذا الملخص اللي غنخرجوا منه بالوثيقه الثانيه، الحيوانات تحتاج الى هواء، ماء، غذاء، ومأوى ومساحه. اصناف الحيوانات الفقريه ولا فقريه. الفقريه خمسه اقسام وهي الثدييات، البرمائيات، والاسماك، الطيور والزواحف. اعيد، الاستخلاص من الوثيقه الثانيه هو كالتالي، الحيوانات تحتاج الهواء، الماء، الغذاء، المأوى والمساحه. اصناف الحيوانات فقريه ولا فقريه. الفقريه بدورها تنقسم الى خمسه اقسام، الثدييات، البرمائيات، الاسماك، الطيور والزواحف.
بالنسبه للوثيقه رقم 3 غنقراوها قراءه سريعه باش ما نطولوش الفيديو اكثر. انواع النباتات، هذه الوثيقه كتهضرنا على انواع النباتات. النباتات مجموعه رئيسيه من الكائنات الحيه كالاشجار والازهار والاعشاب، هادو هما الاقسام الثلاثه ديال النباتات، والشجيرات والحشائش والسرخاسيات، وهي يعني اون جينيرال النباتات كنمكن نجزؤها الاعشاب والشجيرات والاشجار، نقدروا نزيدوا نجزؤ اكثر الحشائش والسرخاسيات، وهي تصنع غذائها بنفسها مستخدمة ضوء الشمس، وتنقسم الى نوعين، تنقسم الى نباتات زهرية ونباتات لا زهرية. النباتات الزهرية تكون أزهارا تتكاثر بالبذور، وتعتبر الزهرة هي جزء الأساسي في النبتة لأنها تنتج الثمار التي تحتوي بداخلها على البذور، وهي أكثر النباتات البرية تنوعا وعددا، حيث تشكل 80% من جميع أنواع النباتات الخضراء على سطح الأرض. نباتات لا زهرية، وهي نباتات لا تكون أزهارا وتتكاثر بالأبواغ كالسرخاسيات التي لها جذور وسقان وأوراق بسيطة وحزازيات التي لا تتوفر لا على سقان ولا على أوراق، وتعيش في أماكن رطبة وضليلة كالجدران القديمة أو خزانات الماء والطحالب التي تعيش في المياه. إذن نص مطلوبنا قراءته، قريناه بطريقة يعني سريعة. وحدد أصناف النباتات ومميزات كل صنف في جدول. إذن أصناف النباتات هما زهرية ولا زهرية، أنا ديجا وجدت لكم الجدول باش بسرعة نمروا ليه. الجدول كالتالي، درت الخانه الاولى انواع النباتات وجزئناها نباتات زهريه نباتات لا زهريه. هاد النباتات الزهريه شنو هي؟ لها ازهار تتحول الى ثمار، يعني هاد الازهار تتحول الى ثمار وتتكاثر بالبذور. نباتات لا زهريه هي ليس لها ازهار تتكاثر بالابواغ، اونطباغونتيز الابواغ هو اللي غتعرفوا في الدروس المقبله ان شاء الله، وهي نوعان. هاد النباتات الزهريه عندها جوج انواع، النوع الاول له جذور وسقان واوراق، والنوع الثاني ليس له لا جذور ولا سقان. هاد الانواع بجوج تحتاج الى ماء وهواء وضوء وغذاء. نحاول نخلي لكم بعد الوقت هذا الجدول اللي بغى ياخذوا او ياخذ فكره عليه. بهذا غادي نكونوا سنين يعني اتحقق. غادي نمروا الان للملخص. استخلص هو الخلاصه من كل وثيقه. اولا شنو هي الكائنات الحيه؟ باش كتميز الكائنات الحيه، وهذا مصطلح او هذا المفهوم خديته في المستوى الثالث، تتميز الكائنات الحيه الحيه بكونها تنمو تتنفس تتغذى تتكاثر وتموت، وتنقسم الى مجموعتين حيوانات ونباتات، مجموعتين رئيسيتين حيوانات ونباتات. الحيوانات بدورها تكون فئتين، فقاريه ولا فقاريه. الفقاريه حتى هي كتنقسم لخمسه الاقسام اللي هي الثدييات البرمائيات الاسماك الطيور والزواحف. تحتاج الحيوانات لتبقى على قيد الحياة إلى الماء والهواء والغذاء والمأوى والمساحة. النباتات تنقسم إلى قسمين، زهرية ولا زهرية. النباتات الزهرية تكون أزهار وتتكاثر بالبذور. النباتات اللا زهرية لا تكون أزهار وتتكاثر بالأبواغ. أعيد قراءة الملخص. النباتات بدورها تكون تتميز الكائنات الحية بكونها تنمو تتنفس تتغذى تتكاثر وتموت، وتنقسم إلى مجموعتين حيوانات ونباتات. الحيوانات بدورها تكون فئتين، فقرية ولا فقرية. الثدييات البرمائيات الأسماك الطيور والزواحف. تحتاج الحيوانات لتبقى على قيد الحياة إلى ماء والهواء والغذاء والمأوى والمساحة. النباتات تنقسم إلى قسمين، زهرية ولا زهرية. النباتات الزهرية تكون أزهارا وتتكاثر بالبذور. النباتات لا زهرية لا تكون أزهار وتتكاثر بالأبواغ. هنا يمكننا الرجع الفرضيات اللي ديجا كنكونوا خصصنا لهم واحد الحيز من السبورة باش نتأكدوا منه.
وبعدها غادي ننتقل مباشره لاطبق واقوم. نشوفوا هنا من خلاله ماذا تنكون التلميذ او لا، شحال استوعبنا وفين كاين الخلل. اذكر احتياجات في كل صوره. هنا في القسم كنحاول نطرح سؤال اون جينيرال، شنو هي احتياجات النباتات؟ كيقول لك مثلا ضوء، هواء، ماء، تغذية أو غذاء، ثم الحيوانات غذاء، ماء، هواء، مأوى، مساحة إلى آخره. عاد كنجاوبوا الصورة، كل صورة فيها ندب يتغذى، وبالتالي احتياج ديال هذه الصورة رقم 3 الغذاء. صورة عصفور يبحث عن الماء، إذا احتياجه الماء. هنا سمكة تتنفس، حوت أزرق، إذا الاحتياج ديالو هو الهواء. صورة رقم 6 نباتات بحرية في أعماق البحر، ولا انتبهنا كاينين فقاعات إذا تحتاج إلى الهواء. هنا الماء وهنا الغذاء. أعيد، الغذاء، الماء، الهواء، الهواء، الماء، الغذاء. تمرين رقم 2 أصنف الحيوانات حسب الجدول. الحلزون، السلطعون، الحمام، الدودة، الفراشة، السحلية، الضفدعة، الفقمة، القرش، النورس، الفهد، النسر، السردين، الثعبان، البقرة، الغزال. حيوانات فقرية. بالنسبة للحيوانات الفقرية غادي نبحثوا هنا، يعني هي اللي عندها واحد العمود فقري. إذا عندنا هنايا الفهد، البقرة، الغزال. أعيد، في الثدييات عندنا حنا كنعرفوا بان الحيوانات الفقريه كتنقسم لخمسه، والثدييات التي ترضع صغارها وجسمها مكسون بالزغب. اذا عندنا هنا فهد، البقره، الغزال. الفهد، البقره، الغزال. الطيور، الحمام، النورس، النسر. الاسماك، القرش، السردين. البرمائيات، الضفدعه والفقمه. الزواحف، الثعبان والسحليه. وحيوانات لا فقرية هي اللي ما عندهاش العمود الفقري، ضمنها كيدخلوا تقريبا جميع الحشرات. إذا الحلزون، السلطعون، الدودة، الفراشة. الحلزون، السلطعون، الدودة، والفراشة. ننتقلوا للتمرين 3 واللي موجود في الصفحة الموالية اللي هي صفحة 38. Je classifie selon le nombre de pattes. أرتب أو أصنف حسب عدد الأرجل. إذا عندنا في الجدول 100 بات بدون أرجل، عندنا 2 بات، جوج درجيلات، و 4 دلي بات، 4 بات، 4 درجلين. إذا أنوازو، لي زوازو عندهم جوج، وبالتالي غنديرهم في الخانة الثانية، 2 بات. أن سيربون 100 بات. Une poule, deux pattes. Un mouton, quatre pattes. Une vache, quatre pattes. Un canard, deux pattes. Un lion, quatre pattes. Donc, les combats de chez les bras. تمارين بسيطة جدا. اللي ينتبه في الفيديو غادي يكون فهم قبل ما يمشي القسم. أصنف النباتات التالية وأكمل بما يناسب، زهرية ولا زهرية. يعني احنا قلنا بأن النباتات تنقسم لجوج، زهرية هي التي تكون أزهارا وهذيك الأزهار تتحول إلى ثمار، ولا زهرية هي التي لا تنتج زهور. إذا هذا نبات السرخس، لا زهري. شجرة اللوز، زهرية. نبتة الطماطم، زهرية. نبتة الأرز، لا زهرية. إذا لا زهرية، 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 لا زهرية. بالنسبة للتمرين رقم 5 أضع علامة في الجواب الصحيح. الطحالب نباتات لا زهرية تعيش في. إذا هل هي تعيش في المناطق الجافة؟ لا. هل هي في المناطق الرطبة؟ لا. تعيش داخل المياه أو في المياه. ألون المجموعة التي تضم نباتات زهرية فقط. القمح هذا لا زهري، طحالب لا زهري، وتفاح زهري. إذا هذه فيها مخلطة. البرتقال نبات زهري، الخوخ نبات زهري، الذرة نبات زهري، وبالتالي هذه سنلونها. نتحكم الثانية طماطم من النباتات الزهرية، بطاطس من النباتات الزهرية، ولكن السرخاسيات ليس من النباتات الزهرية. إذا المجموعة الوحيدة هي هذه. كنتمنى انكم تكونوا كتستافدوا من الفيديو. ما تنساوش تبارطاجيو لي الفيديو مع الاصدقاء ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي لتعم الفائده.
انا في حاجه للدعم ديالكم باللي جام في الفيديو والاراء ديالكم باش تحفزوني اكثر. بالنسبه للناس اللي كتشوفوا القناه لاول مره، ما تنساوش المشاركه وتفعيل الجرس لتوصل جميع الدروس.